السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ابرز ما جاء في عناوين الصحف السودانية صدر صباح اليوم السبت 19 ديسمبر 2020. استهل بصحيفة الانتباه، مدني للانتباه، ادليت بشهادتي في فض الاحتصام مرتين. الطاقة تمنح تطبيق برمجة قطوعات الكهرباء. الأمة الغم يطالب بقوات مشتركة لحماية الحدود الشرقية. أثيوبيا تستدعي سفير السودان. الجيش لم نفرط في شبر من أرض البلاد. الشيوعي يطالب بإلغاء تبعية جهاز الاتصالات السيادي. التوم هجو مندسون بأجهزة بالدولة يعبرون عن رؤى إيديولوجية محدودة. صحيفة السوداني. قطار الثورة يمضي في طريقه رغم العقبات. أحزاب التحالف الحاكم تعلن معارضتها لأي دعوات لإصغاء الحكومة. تظاهرات مطلبية في الذكرى الثانية للثورة اليوم. نقابة الأطباء شريعة تكشف تفاصيل وخفايا عملها أثناء التظاهرات. وزير الطاقة يوقف تطبيق برمجة قطوعات الكهرباء. نصب 6 محطات رصد زلزالي بعدد من الولايات. صحيفة التيار. هدوء حذر قبل ساعات من مليونير 19 ديسمبر. منصة مجاوهة كورونا تدعو لإلغاء مسيرة 19 ديسمبر. الشيوعي الثورة عاجزة عن تلبية مطالب الشعب. في خطوة استباقية الجيش يغلق الطرق المؤدية إلى القيادة العامة. ممثل أسر الشهداء يطالب بتصحيح مسار الثورة. صحيفة أخبار اليوم. مواكب اليوم في ذكرى انطلاق ثورة 19 ديسمبر وتصريحات لقيادات شيوعية وبعثية. أثيوبيا تستدعي سفير الخرطوم بأديس وأبي أحمد يحتج على هجوم من الجيش السوداني. شحنة أدوية من مصر للسودان لعلاج مصابي كورونا. الطاقة والتعدين تمنع تطبيق برمجة القطاعات إلا في حالة الأعطال الطارئة. عاصم البلال الطيب يكتب رشدة الوعي 19 ديسمبر مواكب الثورة. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.